بنصبح عليكم مرة جديدة، واليوم كما كنا معكم الأسبوع الماضي اليوم بتنضم لنا وفاء يعقوب ومحمد بياضي، خبراء التجميل والميك اب بصالون فارس وحمزة الزاغة. أهلا وسهلا فيكم. صباح الخير وفاء. صباح الخير محمد. يا جماعة وفاء 14 سنة مستلمتني، يعني كل ما تشوفوني بكون عامله ميك اب برا التلفزيون بتكون وفاء، فيعطيك الف عافيه. غلبتك كثير بحياتك، بس معلش مشي لي. هلا بتسالني بتقول لي رندا انت برمضان عندك شيء بالتلفزيون؟ بدها تطمن انه حرب عالميه ثالثه قبل الهواء. وفاء اليوم احنا شايفين معك جمانه. صباح الخير جمانه. وجمانه لون شعرها اسود بس بشرتها بيضه كثير، هذا بياثر معك على الميك اب، على الوان الميك اب اللي بتستخدميها؟ يعني اكيد مثلا البشره البيضاء بلبق لها مثلا الالوان اللي هلا الهوت كلرز، هدول اللي على البراون على حمار، يعني هدول بلبقوا للصيف اكثر مع لون شعرها، لون شعر بشرتها، لانه لون بشرتها فاتح. صح طبعا. اكيد. والجلتر او يعني هلا الجلتر كثير موضه السنه، كثير موضه صح، فيعني انه حل الميك اب وخليه شوي فريش رندا. ما هو عم بشوف، بعرف انت ما بتحبي. انا ما بحبه لا، بس انا كثير شفت حتى هلا عروض الازياء وغيرها كل الميك اب كثير فريش، خاصه جلتر. مثلا لميك اب خطبه او لا بيطلع يعني انه كثير حلو صراحه، هيك بعطيك شيء فريش شوي. يعني احنا اليوم عم نشوف تسريح الخطبه وميك اب خطبه. وفاء يعني هل حتى مثلا رسمه العين بتتاثر مثلا بالالوان اللي بتستخدميها؟ اذا وحده مثلا لون عيونها فاتح غير طبعا رسمة. اكيد رندا طبعا، يعني مثلا مثل ما انت مثلا بلبق لك الالوان البرونز طبعا، البينك ما بلبق لك لا. طبعا مثلا اذا كانت العيون سوداء وهيك بلبق لها الالوان البينك، الوان ثانيه او الغوامق مثلا. يعني انا دائما بجننها، انا دائما السموكي ايز مثلا. السموكي ايز مثلا ما بلبق. مش مسموح. لا مش مسموح، بده عيون اصلا هو كبيره وواسعه يعني. بس هلا طبعا الناس بطلت تميل لهذا اللون السموكي ايز، بحبوا الاشي السمبل والالوان الترابيه. محمد صباح الخير. صباح الورد. حالك محمد؟ انت منطلق بالحديث دائما ما شاء الله عليك. اليوم انت الموضه اللي معك شقره والوانها فاتحه بالزبط. فعملها برضه، احكي لنا شوي عن الميك اب اللي عملها. يعني احنا بموضه اللي هلا تقريبا 2018 اكثر شيء عندنا دارج اللي هي الالوان الايرث كلر، طبعا هاي الالوان ما بتنتهي ترابي. ما بتنتهي موضتها ابدا. بالاضافه برضو انه كمان انه في عندنا الالوان البنيات المحمره برضو، هاي هلا طالعه دارجه موضه كثير، بس انه المشكله ما بتلبق على طبيعه اي بشره، وخاصه هلا الميك اب اللي كثير بيعتمد على الايلاينر وعلى رسمات الايلاينر الجديده، هاي طبعا هلا للعرايس بشكل كثير كبير. ايوه هذا الموضوع اللي بدي اسالك فيه، موضوع الايلاينر شو قصته؟ حطين فوق العين بنشوف شيء تحت؟ هلا 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 هذا الشيء طبعا ما بزبط للكل، هي اول شيء، لانه اللي عندك مثلا العين اللي مبطنه او العين اللي بنقولها احنا الناعسه زي ما بيقولوا. هلا هاي ما انا عيني ناعسه. بالضبط. هلا هاي الايلاينر بزبط لها اللي بيكون فيه بلندنج، يعني ما بيكون محدد زي ما احنا هون شايفين، فبيكون عندنا الايلاينر بلندنج للجفن المبطن. هاي عينها فاتحه مش مبطنه؟ لا 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 لا، هاي عينها فاتحه مش مبطنه، فبزبط لها الايلاينر بطريقه كثير حلوه، خصوصا الرموش. هلا اذا عم بنلاحظ انه زي ما عودتنا اللي هي احلام، عودتنا على اللاشز السفليين للعين السفليين بالموضه طلعت تجديد. هلا هي كثير حلوه، بس انه صار كثير صعب انه الصبايا عندنا هون بالاردن يتقبلوه، بما انهم بيميلوا للميك اب السيمبل اكثر. هلا مش الكل، انت مش الكل، بس 95% بحس اكثر شيء سيمبل. بالاضافه للجلو كثير بالبشره، في هذا الشيء طبعا اللي انا دائما بحب استخدمه اللي هو من هيلو، بتقدر تستخدميه طبعا هذا بس للعرايس، لانه بعطي شوي جليتري، يعني اذا حطينا مثلا نقطه بقدر يعطينا افكت كثير على الكاميرا. وبنفس الوقت زي احنا ما بنعرف انه الكاميرا ما بتحب الاشياء اللي بتلمع. احنا ما هو بقول لك احنا بنزعل كل شيء مت 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 بالضبط، فلا هذا الشيء بزبط انك بتستخدميه على الكاميرا، لانه يعني بعطيك ضوء بس بنفس الوقت ما بعطي الفلاش اللي بتحس الوجه كله. طيب فلاش. انا بدي ارجع عندك وفاء، احنا مش شايفين انك حاطه ايلاينر فوق العين، شيء كثير بسيط مش زي ما
محدد العين عند محمد مشي؟ طبعا هو لوك جديد يعني كثير. اوكي، فانا ما بحب انه الرموش مثلا رموش يكونوا طوال شوي واي لاينر، انه اما رموش اما اي لاينر. اه بتحبي مثلا يعني اذا زايدين رموش بنخفف اي لاينر، اذا محددين اي لاينر بنخفف رموش. وتحت العين وفاء عم نشوف كمان هي لانها عيونها كبيره بلبق لها الكحل الغامق طبعا. لو صغيره لا بلبق لها الكحل الفاتح، بس يعني عينها شوي واسعه فحلو انه تقدر تلعبي بالالوان من تحت العين. طيب موضوع الهايلايتر يا جماعه مين جاي بالي يشرح لي يعني. هلا الهايلايتر على فكره عشان بس تكوني بالصوره، الهايلايتر مش بس للوجه، حتى بدخل كمان بالشفايف. يعني بتقدري مثلا انك تعطي انت امبري، يعني زي انا دائما بحكي انه خلص مثلا بالميك اب فيش شيء اسمه قاعده. يعني بقدر احط حتى على من الاي شادو نفسه، بقدر احط على الشفايف نفسهم. يعني مثلا زي عندنا هون مثلا هذا الاي شادو اللي شوي على بيتش تمام، علشان اعطي الشفايف شويه فوليوم اكثر لبينه، فبنقدر نحط بوسط. انا على انستغرام شو بشوف قصص قديش الاشكال بتتغير بهذا الموضوع، فهمتي كيف؟ بتحسي بعطيك شويه فوليوم، يعني بتحسي لانه طبقه فوق طبقه بعطيكي فوليوم اكثر للشفايف. يعني قد ما حطيتي بتحسي في شيء حلو، مرات كثر ما تحطي الوان بالنهايه بتوصلي للون كثير حلو، بتحتاري ايش هو بينك على النود على هيك شوي، فبتحسي بيطلع الالوان كثير مرتبه. معناته عم نحكي الوان بارده الوان ترابيه، وبنفس الوقت للي بشرتهم بيضة وبنفس الوقت شعرهم غامق نستخدم لهم الألوان البينكش شوي، وعينه غامقة بنحط لهم أشياء غامقة تحت العين. طبعا عيونهم كبيرة بنستخدم الألوان غامقة شو العين. أوكي. يعطيكم ألف عافية وفاء ومحمد. هلا بنستقبل حمزة الزاغة ومحمد الزاغة، أهلا وسهلا فيكم. رح يحكونا عن ستايلات الشعر اللي إحنا عم نشوفها. حمزة أهلا وسهلا. هاي رندا، كيف حالك؟ كيفك شو أخبارك؟ تمام أنت؟ تمام. محمد كيفك؟ تمام. حمزة اليوم احنا عم نشوف شعر طويل. يس. وبالخطبة هلا ايش اكثر شيء دارج، ايش اكثر شيء عم نشوف؟ هلا اكثر شيء بالخطبة بحبوا دائما يكون سمبل وفارد عشان العرس يكونوا عاملين فيه شنيون. يس. هلا نص الشنيون او نص الرفعة بحس مزبوط زي ما قلت كثير ناس عم بيعملوها حمزة. وحتى عم نشوف تسريحات عم تكون على شعر ستريت مش بس ويفي، بس هون تحكي لنا شوي عن التسريحة اللي انت عاملها. هي شوي هي عاملينها احنا ويفي مع جريك ستايل، بس ويفي عريض. ويفي عريض بيتش ويف، وعاملين اللي هو جريك ستايل هاد، وطبعا لا يخلو الامر من الاكسسوار. يعني اكيد لازم يكون موجود اكسسوار، انا دائما بنصح فيه للخطبه، حتى للخطبه او العروس كمان هيد بيس او تاج للعرس كثير بغير شكل الشعر مش هيك؟ طبعا. طيب هذا الجريك ستايل او الشكل اليوناني لساته دارج يعني؟ طبعا هلا كثير دارج بهاي الفتره، كثير دارج. ممتاز، انا بحبه كثير. ممتاز. حمزه على فكره بحب كثير الشعر الطويل صح؟ اكيد. حمزه لما اقص شعري بطل يشتغل على شعري لحد يتفرق طول للطاولة مشان أعملها فير. بالضبط. والفير العريض حمزة بطلنا نشوف هذا النوع، الفير الصغير لا هلأ كتير اختفى الفير الكير الصغير والهذا، هلأ كله صار عم بحبوا يا بيتش ويفز يا بكون ويفي يا بكون ريترو، هدول كثير اشياء. والوان الشعر مثلا عم نشوف في ناس مثلا قبل فصل الصيف بتحب تغير لون شعرها او قبل خطبتها او قبل عرسها، فانت بتتاثر مثلا لون الشعر، ايش التسريح اللي بدك تعملها اياها؟ اكيد بتاثر كثير. هلا الاشقر بكون دائما واضح لنا، فاحنا بنحب نكون يعني رافع مشان يبين كثير تفاصيله. الاسود بكون حلو انه يكون فارد بيعطي فوليوم اكثر لانه اللمعه ولون الشعر وكل هذا الحكي. طيب رح اروح عندك محمد، كيفك؟ صباح الخير. احنا عم نشوف كمان لون اشقر معك الموديل وضابين شعرها لفوق مش هيك؟ فشو الستايل؟ اوكي طيب خلص معناته عم بحكي نرجع له بعدين. نرجع له بعدين لمحمد. خلينا نشوف ايش بدنا نعمل بالشعر. طيب قلت لي حمزه يعني يوجلي او بالعاده الشعر الاشقر احنا بنفضل نرفعه عشان تبين يس التفاصيل تبعونا. الالوان هذا الصيف للشعر شو؟ هلا كثير ماشي السيلفر او الجراي. مش معقول السيلفر كثير يعني ماشي. يس. عم نشوف هي مايا دياب اظن اللي بلشت بالسيلفر. هي مايا دياب هي اللي بلشت فيه، خربت لنا بيوت باللون السيلفر. لا بس عم نشوف كثير عم بيكون واضح يعني عارضات الازياء ممثلين او غيرهم كلهم عم يستعملوا هذا اللون، بيستعملوا السيلفر. يس. الجراي الغامق، الجراي الفاتح كمان هذا كثير موضه كمان بهاي الفتره. الستارات اختلفت كثير عن
عن زمان، كان اول بس هايلايت وبيس او شيء زي هيك، هلا صار في اكثر من تكنيك، صار في الامبري كاليفورنيا هايلايت، صار في كونتور ممكن ندخله كمان مع الامبري. كونتور للشعر؟ يس. شو الكونتور للشعر؟ الكونتور بنعمله تقريبا الفريم تبع الوجه عشان يكون مبين، نعمل الغره مع السوالف. اه زي ما كنت عامله انا بسحل هلا شوي بس وهيك يعني هو صح المفروض من قدام بيكون اللي هو حواف الوجه او اطراف الوجه او اطراف الوجه صح واطراف الشعر. طيب حتى هلا نوع الهايلايت بطلنا نشوف هذا اللي مقسم اللي التخصيل صار دائما يكون دمج مع الشعر، يكون مدموج مع البيس، مع ما يكون مخصل مبين واضح 100%. هاي نعم نشوف التسريحة النهائية هون لجمانة. فيري نايس كثير حلوة. عم نقيم الدبابيس كمان. طيب هلا بنروح على التسريحة الثانية اللي هي المرفوعة أكثر مش هيك؟ يس. أوكي. تحكي لنا أكثر عنها حمزة. أنتوا بتتأثروا كمان بنوع الفستان قد إيه مفتوح قد إيه مسكر؟ أكيد نتأثر فيه طبعاً، نسأل إنه يكون كيف ستايله، كيف القبة تبعته. نتحكم بالغرة فيها كيف يكون الوجه أصلاً الفريم تبعها، نتحكم بأنه تكون رافعة أو نازلة، طول الوجه، تدويرة الوجه كمان، هذا الشيء بيأثر فيكم صح؟ طبعاً أكيد عليكم. أكيد أه. وإحنا هلأ مثلاً إذا حدا بيجي بقول لك أو والله بدي أعمل هاي الرفعة ما بتلبق لوجهه تنصحوهم؟ هلأ إذا ما بتلبق لوجهه يعني بنصح بأشياء تانية. والله حمزة جد أنا بس بدي أحكي شغلة عن حمزة. حمزة إذا إشي ما بده يعمله مستحيل تقنعه فيه، بقول لك لا خلص أنا ما رح أعمل لك إياه، خلص بحطك عند حتى تاني. الجداديل شاطر فيها كثير حمزة كمان. هلا هون كمان عم نكمل نفس الطريقة طبعا، كريك ستايل كمان عم ندخل فيها. خلينا نشوف هون فالت وهون عم نعمله مع الرفعة نفسها. أوكي. طبعا الشنيون نفسه كمان فيه ويف. بيقدر يرتفع على ويفي او بيقدر يرتفع على yes. مش هيك؟ وهلا كنت عم تحكي لي عن اللون السيلفر او الجري. السيلفر او الجري بيلبق لاي لون بشره ولا يفضل تكون البشره فاتحه؟ لا بفضلها تكون شوي فاتحه بصراحه. يعني بكون اشقر اصلا بيلبق له السيلفر مش yes. هيك؟ إذا كانت البشرة شوي غامقة ممكن ندخل الجري الغامق، يعني بنغمقه شوي صغيرة. يعني احنا حتى عم نشوف هلا الستات الكبار بالعمر عم بتركوا شعرهم صاروا الجري تبعهم صح؟ يس. وبنقدر نحافظ عليه بسيلفر شامبو؟ نقدر نحافظ عليه طبعا بسيلفر شامبو ورنسات كل فترة صغيرة بتقدر تراجع الصالون طبعا تبعها وبتعمل لورنس. طيب حمزه بدي اسالك هلا احنا مقبلين على صيف وكثير في ناس بتسبح وبتتشمس والشعر بتعرض للهواء والكلور وال يعني بنشف خلينا نحكي، ايش بنقدر نعطي تبس او نصائح للي عم بتابعونا يعملوها؟ يعني انا دائما بفضل انه يحطوا قبل البركه يستعملوا ليف ان او يحطوا اويل بحافظوا عليه بهذا الوقت مشان يحافظوا عليه من الشمس وحرارة الشمس طبعا. الأويل ما بغير لون الشعر؟ أنا بحسه بغمق شعري. بغمق الشعر طبعا إذا كان فاتح. نيالكم لشعركم غامق فكرة جد. شعره غامق بيعمل له شاين أو بيعطيه لمعة. بيعمل له شاين وإيش ما بده، بيقدر يحطه زيوت. أنا مرت فترة كنت عم بحط كوكونت أويل لأنه قالوا كتير منيح للشعر، فيش أسبوعين صرت حاسة شعري لونه بني غامق يعني. فبغمق الشعر كثير. الزيوت الطبيعيه طبعا بتغمق الشعر. وحمامات الزيت او التريتمنتس اللي بتنعمل هلا بالصالونات كل قديش بينصح فيها؟ انا بنصح فيها تقريبا بالاسبوع مره. بالاسبوع مره؟ بالاسبوع مره. خاصه انه ميتنا ممتازة. شوي وبتغير لون الشعر. بتغير طبعا شوي لون الشعر. طيب هلا حمزه عملت نفس الستايل اللي من فوق بس جمال عندنا على مفرود وهون عندك على رفعه. على رفعه. والشعر المسحوب حتى هلا عم نشوف اللي بيكون كله مرفوع عن الوجه برضه موضه مش هيك؟ طبعا اكيد. وكمان الموضوع الاكستنشنز كثير في ناس عم يستعملوا اكستنشنز، ايش اكثر اكستنشنز تنصحوا فيها؟ هلا الاكستنشن اللي بنصح فيه اللي هو التيب اكستنشن. الايش؟ التيب اكستنشن. تيب اكستنشن yes. اللي هو ما بخرب الشعر واذا قررت انه تفكه كمان ما بخرب الهيئه يعني. حلو كثير.
طيب اذا احنا هيك عم نشوف ستايلين هون مرفوع من ورا، مش معقول شحله زي الورد معمول من تحت. وجمانة رح نلف الكرسي شوي كمان هيك عشان تشوفوا الستايلين. محمد ووفاء كمان بتشرفونا. هيا هيك. وهون عم نشوف فير ساحل او واسع. اوكي. يعني حمزه الزاغه ومحمد زاغي يعطيكم العافيه، وفاء يعطيك الف الف عافيه، محمد كمان شكرا كثير لكم. اليوم حمزه ومحمد من صالون فارس وحمزه فرع دبوق، فرع دبوق ووفاء فرع عبدون، وفاء حسني بدي اغاوز مع فرع عبدون. يعطيكم الف عافيه، شكرا كثير لوجودكم معنا. عموما بدي اشكر المشرف مأمون المساد وايضا مخرجنا جمعه صمادي، وطبعا محمد الرواد ومحمد العوايشه، وطبعا سامر قطيشات. يعطيكم الف عافيه جميعا. اذا الاربعاء الجاي مش رمضان رح تشوفوني الاسبوع الجاي، واذا رمضان لكم كل عام وانتم بخير ونتلاقى ان شاء الله بعد شهر رمضان المبارك. وبدي اشكر فانش مانيكن طبعا لمقدمين الملابس اليوم. شكرا كثير، نلتقي على خير، الى اللقاء.